مركب رياضي مهمل، مسبح مغلق وملاعب غامرتها الحشائش وسط مدينة عنابة، أماكن تحولت إلى وكر للمنحرفين في الوقت الذي لم يجد فيه الشباب مكان للعب والترفيه سوى الطرقات. باه نلعبوا بارتيه لازم نروحوا نديبلاسيو، احنا لازم لنا فرودير، لازم كار وزيز فرودير باه نوصلوا باه نلعبوا بارتيه بارا. وقدام واحد اخويا طاح تكسر في الصدى ده. هذا الملعب منذ الحقبه الاستعماريه من الستينات، تم التداول عليه من عدة جهات ثم أغلق. الملعب البلدي العقيد شابو هو الآخر تم غلقه مؤخرا في وجه الرياضيين والعائلات، والذي كان يدر مداخيل للبلدية بدأ يطاله الإهمال. كان مقفول استاد هام غير كعبات قاعدين يجيو وكشغل تاع الحباب وهذيك الناس هاي هنا تنطيني لبرا تجري لبرا. ملاعب رياضية وسط مدينة عنابة مهملة تحولت إلى مرتع للمنحرفين، ينتظر هؤلاء الشباب فتح أبوابها والاستفادة منها.